أحسن الله إليكم. السائل عبد قاسم من بني مالك في المنطقة الجنوبية يقول: عمي له دعاء بعد صلاة العشاء ويسبح ويقرأ الفاتحة على أصحابه الأموات ويسمي بهم فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للغير من أحياء وأموات لا أصل له، وهو بدعة. لا تقرأ الفاتحة ولا غيرها من القرآن للأموات، إنما الدعاء لهم، تصدق عنهم، الحج والعمرة عنهم، هذا وارد في الأحاديث، وما عدا ذلك فلا دليل عليه. تخصيص العشاء بالدعاء ما بعد العشاء، تخصيصه بالدعاء من غير دليل، أيضا ينبغي أن يترك. الدعاء دائما في كل وقت، في أدبار الصلوات كلها، في الأوقات الفاضلة، في الصباح والمساء. نعم.